مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات التي تم إضافتها لمناهج الثانوية العامة حديثاً سيتم تدريسها بداية من العام الدراسي المقبل، ولذلك يرغب الكثير في معرفة أي معلومات وتفاصيل عنها ويتساءلون هل ستضاف إلى المجموعة أم لا. لذلك سنوضح لحضراتكم في تغطيتنا كل ما تريدون معرفته عن هذه المادة المضافة حديثاً لمناهج الثانوية العامة. نجدد الترحيب بكل مشاهدينا. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تدريس مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات لطلاب الثانوية العامة من العام الدراسي المقبل 2024-2025، وكشفت الوزارة الكثير من المعلومات عن هذه المادة، وأوضحت أن مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات هي إحدى مواد التربية المهنية المقررة على طلاب الثانوية العامة. كما أكدت أن هذه المادة لن تضاف إلى المجموع، وستكون عدد حصصها حصة واحدة، ودرجتها ستكون من 20 درجة، والنجاح من 10 درجات، وسوف يختار الطالب بينها وبين مادة التكنولوجيا الحاسب الآلي. أيضاً كانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم بأن وزير التربية والتعليم أصدر قراراً رسمياً ينص على إلغاء تدريس مادة الحاسب الآلي في مرحلة الثانوية العامة، وقالت الوزارة رداً على ذلك أن هذا الكلام غير صحيح، وأوضحت في بيان رسمي أن هناك مادة نشاط اختياري في القرار الوزاري الخاص بإعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة، وتسمى تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، وتقرر إتاحة إمكانية الاختيار بين التكنولوجيا الحاسب الآلي أو ريادة الأعمال والمشروعات بالنسبة إلى الطلاب. والآن دعونا مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم المواد التي سيدرسها طلاب الصف الأول الثانوي بعد إعادة الهيكلة. المواد الأساسية هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق. أما بالنسبة للمواد الغير مضافة للمجموع فهي التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية وكذلك التربية الوطنية. وسوف توزع الدرجات وعدد الحصص كالتالي: اللغة العربية بواقع 5 حصص والدرجة من 80، والنجاح سيكون من 40 درجة وإجمالي الساعات 129 ساعة. أما بالنسبة إلى اللغة الأجنبية الأولى فستكون 5 حصص والدرجة ستكون من 60 والنجاح من 30 بإجمالي دراسة الساعات 129 ساعة. ومادة التاريخ 5 حصص والدرجة من 60 وكذلك أيضا النجاح من 30 وإجمالي الساعات 129 ساعة. ننتقل لمادة الرياضيات والتي ستكون أيضا 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 وسيكون إجمالي الساعات 129 ساعة. ومادة العلوم المتكاملة كذلك 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 درجة وإجمالي الساعات 129 ساعة. وأخيراً مادة الفلسفة والمنطق وستكون بواقع 4 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 وإجمالي الساعات 103 ساعة، وبذلك يكون الإجمالي 29 حصة والمجموع من 380 درجة والنجاح من 190 درجة. ننتقل إلى المواد الغير مضافة إلى المجموع بالنسبة للصف الأول الثانوي فتوزع درجاتها وعدد حصصها كالتالي: التربية الدينية 2 حصص والدرجة ستكون من 40 والنجاح من 20 وإجمالي الساعات 51 ساعة. أما اللغة الأجنبية الثانية فهي 2 حصص والدرجة من 40 والنجاح من 20 وإجمالي الساعات بواقع تقريبا 51 ساعة. أما بالنسبة للتربية الرياضية فحصة 1 والدرجة من 10 والنجاح من 5 وإجمالي الساعات 26 ساعة. والتربية الوطنية 1 حصة والدرجة من 10 والنجاح من 5 وكذلك إجمالي الساعات 26 ساعة. أما بالنسبة لمواد الأنشطة التربوية فيختار الطالب نشاطاً واحداً فقط مما سنذكره الآن لحضراتكم، وبالطبع هذه المواد لا تضاف درجتها إلى المجموع وتكون 1 حصة والدرجة من 10 والنجاح من 5. وهذه الأنشطة التي يختار منها الطلاب هي التربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي والكشافة، وكذلك أيضاً المرشدات والمسرح والتمثيل والصحافة والإذاعة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والنشاط العلمي والإبداعي أيضاً من هذه المواد إلى جانب المطالعة والمكتبات.
إلى جانب هذه المواد الخاصة بالأنشطة التربوية، هناك أيضا مواد التربية المهنية والتي كذلك يختار الطالب منها مادة واحدة فقط ولا تضاف إلى المجموع، وعدد حصصها حصة واحدة والدرجة من 20 والنجاح من 10 درجات، وهي كالتالي: تكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا الزراعة، وأخيرا مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات، والذي سبق وتحدثنا مع حضراتكم عن تفاصيلها الجديدة. ننتقل لمتابعة مواد الصف الثاني الثانوي الأساسي للشعبة العلمية، وهي اللغة العربية بواقع 5 حصص والدرجة من 80 والنجاح من 40، وتكون عدد الساعات 129 ساعة. اللغة الأجنبية الأولى 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 وعدد الساعات 129 ساعة. الرياضيات 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 وعدد الساعات كذلك 129 ساعة. مادة الأحياء أيضا 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 درجة وعدد الساعات تكون 129 ساعة. وكذلك الحال بالنسبة لمادة الكيمياء 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 وأيضا عدد ساعات الدراسة 129 ساعة. ومادة الفيزياء تنضم إليهم أيضا بواقع 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 درجة وعدد الساعات 129 ساعة. وبذلك يكون الإجمالي 30 حصة والمجموع من 380 درجة، ويكون نجاح الطالب من 190 درجة. واستكمالا لتعديل مواد الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، فمواد الصف الثاني الثانوي الأساسي للشعبة الأدبية ستكون اللغة العربية، وهي 5 حصص والدرجة من 80 والنجاح من 40 وعدد ساعات الدراسة تصل إلى 129 ساعة. وكذلك هناك مادة اللغة الأجنبية الأولى من مقررات الصف الثاني الثانوي للشعبة الأدبية بواقع 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 وأيضا عدد الساعات 129 ساعة. وكذلك مادة التاريخ 5 حصص والدرجة من 60 والنجاح من 30 وعدد الساعات 129 ساعة. ومادة الجغرافيا أيضا 5 حصص ودرجة من 60 والنجاح يكون من 30 درجة وعدد الساعات 129 ساعة. ويضاف أيضا مادة علم النفس ستكون من ضمن المواد المقررة في الصف الثاني الثانوي شعبة الأدبي، 5 حصص ودرجة من 60 والنجاح من 30 وعدد الساعات 129 ساعة. ومادة الرياضيات 5 حصص وتكون الدرجة من 60 والنجاح من 30 وعدد الساعات 129 ساعة. وبذلك يكون الإجمالي الخاص بمواد الصف الثاني الثانوي للشعبة الأدبية 30 حصة والمجموع من 380 درجة، ويكون نجاح الطالب من 190 درجة. أما بالنسبة لتوزيع الدرجات وعدد الحصص للمواد التي لا تضاف للمجموع للشعبتين الأدبية والعلمية في الصف الثاني الثانوي، فهي التربية الدينية حصتين والدرجة من 40 والنجاح من 20، وتكون عدد الساعات تقريبا 51 ساعة. وكذلك اللغة الأجنبية الثانية الغير مضافة للمجموع بواقع حصتين والدرجة من 40 والنجاح فيها من 20 درجة وعدد الساعات 51 ساعة. وأيضا مادة التربية الرياضية حصة واحدة والدرجة من 10 والنجاح يكون من 5 درجات وعدد الساعات 26 ساعة. إلى جانب مادة التربية الوطنية بواقع حصة واحدة والدرجة من 10 والنجاح من 5 درجات وعدد الساعات 26 ساعة. وذلك بالطبع إلى جانب مواد الأنشطة التربوية التي يختار الطالب منها نشاطاً واحداً لا يضاف للمجموع في الصف الثاني الثانوي والتي سبق وذكرناها، كذلك مواد التربية المهنية في ثانية ثانوي والتي يختار الطالب منها أيضاً مادة واحدة ولا تضاف للمجموع وعبارة عن حصة واحدة والدرجة من 20 والنجاح من 10. وكما ذكرنا تضم مواد تكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا الزراعة وأيضاً تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات. مشاهدينا، كان هذا آخر التفاصيل التي تم تحديثها على مواد ومناهج الثانوية العامة أثناء إعادة الهيكلة الخاصة بالمقررات الدراسية. انتهت تغطيتنا، شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.